أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلب أحد مني المساعدة وكان معي من المال ما يكفيني لقضاء أيامي فقط والرجوع إلى بلدي، فهل أكون بخلت عليه وأستغفر الله من الشح؟ إذا كان ليس معك إلا قدر ما يكفيك ويرجعك إلى بلدك فلا حرج عليك، لكن لو كان عندك شيء فاضل وزايد عن كفايتك فتصدق على المحتاجين وأعط السائلين. أما إذا لم يكن معك إلا ما يكفيك فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول.